يا ويل. يا ويل. انا جيت نورت البيت، قم فز وقت البيز يا ولد وعلي لي البيت، سمعني صوت عيال وسقفة وحبيت زغريت. انا الكبير هو الكبير، هو الكبير فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير، اقوى 100 مرة احمد دب وصوتي صوت زئير، شموخ الصقر في السما ذكرت على بمكير، اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير. كوكتيل خطير، كوكتيل خطير، رضعت في طفل جني الناقة مش بودرة وعصير، عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير، لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير. او كان كبير، او كان كبير، كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير، مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير، مهما كان علامة جاهل او خريج فرير، يطيع الكبير يا تكون محدود في بطن بير. Objection. 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 Loves the cake and I'll be then your own. Please just give yourself a break. You can't even battle me one on one, Mr. Fake. My rap is like an ocean while your rap is like a lake. كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي، وما تقلدش امينيم 50 سنت وسول جابوي، تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي، كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي. اسمع يا كبير، اسمع انت واقفل خشمك واخشع، فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع، نووي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع، حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع، طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع. جزرة وقطمها جحش يا ويل. ايه يا جوني؟ كنت فين يا ابني كل ده؟ بقالك 3 ساعات قافل موبايلك. انت كنت بتعمل ايه؟ مفيش. زهقان جدي. طب وايه اللي انت كنت راكبه ده؟ ده زعتر. لقيته قاعد في الزريبة زهقان، قلت اسليه ويسليني. ركبته. بصراحة يا جوني يعني أنا مش فاهم أنت زهقان من إيه؟ هو مفيش حاجة بنعملها يا توماس، مفيش أي حاجة بنعملها. كل يوم زي اللي قبله. الدوار، الكبير، الغيط، أنت بعرفك ده. ولا في مكان بنسهر فيه بالليل، ولا في كافيه نشرب فيه حاجه الصبح. انت اللي عامل في نفسك كده، ولعلمك بقى زعتر ده هو اللي مزهقك. انت بالليل يا معلم تسيب لي نفسك وانا هعمل لك اتموسفير. اوف ايه، هتلبس شمعدان وترقص لي؟ شكلك هيبقى ويرد قوي وانا ما بحبش الحاجه دي بصراحه. جوني ما تحرقش المفاجاه.
والله احنا متأنسين بيك النهارده يا سي جوني. ثانكس يا قرش، ثانكس. انا اللي مستأنس بيك والله. يعني عايز اقول لكم، يعني انا من ساعه ما جيت هنا نفسي يعني اخرج بالليل الاقي مكان مش لاقي. مين ده؟ انا عبد العزيز. عبد العزيز مين؟ عبد العزيز عديلو. عبد العزيز عديلو. طب بص انا هندق لك عديلو، لان عبد العزيز ده منتشر وبصراحه اسمك طويل قوي اوفر يعني. اتفضل يا سي جوني. سي ده ايه ده؟ ده فضلت خيرك 50 صعيدي سكر زياده. لا انا ماليش تقل عليه قوي، لو في شاي يبقى احسن. ما ده شاي، شاي 50 وات ايفر. اوكي ده في كحول كام في المية ده؟ ده شاي حبر. وتشرب لي حبر ليه يا قرش؟ الله يحفظك يا سي جوني. انا ما مصدقش يا ولاد، العمده بذات نفسه قاعد مالي ليك كده. عيني عينك. انا بطبيعتي من جوه طيب وابيض، يعني يمكن الباب من بره شعنون وكول ووايلد وكده، لكن من تقفش ليه يا عديلو؟ في ايه؟ اوكي جايز وي هاف تو جو، ليتس جو جوني. معاك حق، الوقت ما لسه بدري يا سي جوني. لا بدري ايه بقى؟ لا بدري ايه؟ بس بقول لكم ايه؟ احنا خلاص دي بقت قعدتنا. ها؟ دي بقت قعدتنا، قعدتنا هنا كل يوم، وهسيب لك الحاجه ونيجي بكره. يا انس وتنور يا سي جوني. سي يو برو. سي يو. باي. باي جايز. سلام. لا 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 وسع وسع عشان ده هيمشي، ده بيمشي. سي يو جايز. ابن الساس احنا كمان يا قرش نروح بيوتنا عشان ننام. ايه على فين؟ كل واحد يطلع جنيه حق الشاي المجاني ده للعمده وصاحبه سيبوطس. قرايه يا قرش، انت دفعنا ثمن الشاي اللي شربناه في بيتك ولا ايه؟ ما انت منجعز في التكيه واكل وشرب وغناوي، ايه كل ده ببلاش؟ خلاص يا ابو عمو ما توقفش عروقك علينا، لا طق لك واحد امال. ادي 3 جنيه حق الشاي اللي طفحت انا وائل ومنضو، ومعاهم نص جنيه تبس كمان. سلام عليكم. يلا يا رجال هنستنكم بكره عاد، ما تتاخروش. اهدى ابو عزيز. وادي ابو عزيز. قوم يا سي زيزو. بلا مغزى يا كبير، كنت مكوعك ده. اجيب لك بطانيه يا حبيبي. يا ريت يا كبير. قوم يا جحش يا ابن ال... ايه ده؟ الواد كانه عنده هانج اوفر. يا فزاع، انت فزاع. امر جنابك. يا ركوب يا كبير. النهارده شم النسيم. ليه 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 يا كبير؟ ده لسه قدامه حبتين. كانه الكريسماس. كنت جنابك احتفلت بيه. ليه ده لسه برضك يا كبير؟ ما العيد ايه النهارده؟ عيد العمال، عيد تحرير سينا، ولا اي عيد واصل يا سيد الناس. النهارده الاربع، ما هو ايش ويكند يعني؟ الاربع يا كبير. امال ليه يا جالوس الطين؟ الغيط كلته فاضي، اربع تنفار عم تشتغل بس، فين الناس؟ انا مش حاطك هنا عشان تدير الشغل، فين الناس؟ يمين بالله كنت جاي اقول لجنابك على الموضوع ده يا كبير. الناس اديلها يومين مع الجيش، واللي حياجي كانه ما جاش. فين يعني طقست وشمشمت ورا الموضوع ده؟ وعرفت ان جوني بيه هيجمع الناس نواحي بيت حبيب القرش، وهيولعوا نار وهيشغلوا مزازيك، وهيقعدوا يعني استغفر الله العظيم يترقصوا من وش الصبح. يترقصوا؟ ايوه يا كبير. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما حد هيجيب البلد ورا غير جوني ده. اسمع يا فزاع. امر جنابك. يترقصوا؟ لوش الصبح يا كبير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اسمعني زين ونفذ اللي هقوله لك ده بالحرف.
بس انت قابلته هو مين صاحب الارض دي؟ اني يا باشا خير عمر حضرتك الظابط. ايه ده؟ ازيك يا عمده؟ هو حضرتك معاهم هنا؟ اكشلي انا معاهم هنا. في محضر ازعاج متقدم في الناس اللي بتتجمع في الارض دي. مين اللي مقدم البلاغ دي؟ اظن باين جدي. مين اللي مقدم البلاغ ده؟ ولا ايه يا فيزو؟ على العموم انا مش هتاخذ اي اجراء قانوني دلوقتي، بس ده عشان خاطرك يا عمده. ثانك يو. ويا ريت بلاش تجمهر ومزيكا عاليه، لان ده مش قانوني. دن. السلام عليكم. عليكم السلام. Love you bro sometimes. الكبير المرة دي هو اللي بيضرب تحت الحزام. اوه يضرب زي ما يضرب. مش الضابط قال لك اللي بنعمله ده مش قانوني؟ سو انا هخليه قانوني. ازاي يعني؟ شاركي. ايوه يا سي جوني. عاوزك في حوار فتيق. Follow me. تعالى هنا. رايح فين؟ خارج وراجع تاني. ودخول الحمام زي خروجه. لازم اخدمك الاول عشان لما تعود اعرفك. فين؟ ايه هنا. شاركي ازي جوني. عملنا فلوس كويسة النهاردة؟ ايوه ايوه. اوه ماي جاد. نايس قلت لك حزازة. ايوه خش شوف الجست. ماشي يا زي جو.
عجبك كده يا ابوي؟ عجبك؟ قعدت تقول لي اخوك وما اخوكش. هدي خربها علينا كلنا. وضيع فلوسك وارضك على الرقص والمسخره ابن العبيطه. الله يرحمك ويسامحك. وانا بكلم مين من اساسه؟ بكلم مين؟ ما انت لو عايز كان زمانك مضيط معاه ومش بعيد تكون ماسك له دي جي. واه انت بتكلم نفسك يا كبير؟ اعمل ايه يا هديه؟ ما انا ما بقليش حد اتكلم معاه غير نفسي. جوني مسخها على الاخر. طول الليل الناس تزيط معاه وترقص وتتلوى وتجد افضل عندي في الشغل، بيبقوا خلصانين وما قادرين يوصلوا بطولهم. طب ما تعمل كيف ما بيعمل. كيف يعني؟ حاربوا بنفس السلاح. باه اجيب له الشور روسي وحربه بيه؟ ما قصديش، انا قصدي دوقوا من نفس الكاس اللي بيسقيه للناس. ما تنجزي يا شريهان، انجزي. عم تقولي لي فوازير وحوازير، ما تخلصي. هذاك كلمة محددة قوليها، ما حدك ايش انكتمي. مش هو بيسهرهم عنديه وبيتعبهم طول الليل؟ انت تعبهم طول النهار، اقده مش هيروحوا عنديه. انت هدية انت؟ ده انت هزية. ايه يا اوفر؟ ايه؟ فين الناس؟ عايش في الوهم لوحدك؟ انا مش فاهم، في ايه؟ لحد امبارح كنا كومبلي والناس كلها مبسوطة، ايه اللي حصل؟ عديلو؟ 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 ايه يا كبير؟ ايه يا كبير؟ لا مؤاخذة يا كبير، ما انا بشتغل اهو. كبير مين يا حبيبي؟ انا جوني. ايوه مستر جوني، بلا مؤاخذه اصل الكبير ساحلنا في الارض 14 ساعه شغل ومعذبنا وعمال يجيب لي حصنه والرجاله بتوعه ماسكه خرازين وعماله تضرب فينا. بهدلونا يا مستر جوني، بهدلونا. ايه جو مسلسل الوصيه ده؟ طب الراجل منافس مني وقصدني انا، انتوا الناس العاديه ذنبكم ايه؟ عشان احنا غلابه يا مستر جوني، ملناش كبير. احنا اتنفخنا يا مستر جوني، عادلو اتنفخ يا مستر جوني. كام داون، كام داون، هات له خروب راجل منفوخ. على فكره بقى دي حاجه غير ادميه، فين قانون العمل؟ فين قانون، قانون ايه؟ ايه قانون العمل؟ انت بتفتي، هو وقت مالي بتبدو اي كلام؟ راجل منفوخ يا اخي. هات له تمر هندي، هات له تمر هندي. على فكره قانون العمل ده معروف دوليا، العامل بيشتغل 8 ساعات في اليوم وليه 2 بريك، لانش بريك وكافي بريك، معروف. بس تفتكر لو انا قلت حاجه زي كده للكبير هيوافق يعملها؟ كمان انت العمده، انت ناسي ولا ايه؟ ايه ده؟ يعني انا ممكن يعني اقول الحكايه دي وتتطبق فعلا؟ مشهور.
طب والله حكايه العموديه دي جميله، يعني تقول الحاجات والناس تطبق ولا ما يطبقش تنفخه. خلاص هات له تمر. هتقوم يا دي عر انت وهو يا ما كفاياك الزفت الراحه دي. واه بقى 4 دقايق يا كبير. يا كبير بقول لك ايه يا كبير، ان النهارده انا واخد 10 ايام اجازه مصيف، وخلي بالك الاجازه دي مدفوعه الاجر كمان. هتصيف من متى بتصيف يا سيزيزو؟ وانت طول عمرك بتصيف في الترعه وتشتي فوق الفرن. يعني انا قلت اقضي لي يومين انا والجيرل فريند بتاعتي في الساحل الشمالي او في السخنه. ايه دي اللي سخنه يا ملسوع؟ على العموم انا مش جاي استاذنك، انا جاي ابلغك. لا والله فيك الخير، فيك الخير يا بو. قوم يا انت هويات، قوم الشغل يا انت هويات. فزاع املك يا كبير. ايه الوجع البربر اللي بقينا فيها دي؟ العيال الفعل تقول الواحد منهم قوم اشتغل، كنا شغال في الابوار. يقول لك عندي لانش بريك، عندي كوفي بريك، عندي روبراب بريك، هنهزله؟ طيب هنعمل ايه يا كبير؟ جلابك هتهملهم جديد ولا ايه؟ اعمل ايه يا فزاع؟ من ساعة ما لجنة معلقة اللائحة دي وانا ما عرفش اعمل حاجة. منه لله العيل الاصفر، هيجي علينا الحكومة. امانة الله يا كبير، هو برضك ماشي في السليم وكله بالجنون. يعني جلابك ما تقدرش تتحدد معاه لا في جنون العمل ولا حتى في التسكو، بعد ما يشارك حبيبي القرش في البيت والارض وطلع التصاريح كلاتها. حبيب القرش، اسمع يا فزاع، امن جنابك، عاوزك تروح لحبيب القرش وتقول له كبير عاوزك ضروري في الدوار. امن جنابك، تعال هنا اهل في المجدة. دهلته كراميلة، كوفي بريك يا ملدوع، كوفي بريك. برو اخيرا قررت تيجي تتبسط معانا وتشاركنا. يلا يا انت هو كل روح على بيته. ايه ده هي بلطجه ولا ايه؟ انا برضك بتاع بلطجه كله بالجنون يا ولد ابوي. فزاع امر جنابك، اديهم الورق. تفضل. ايه يا فزاع ده؟ انت مش كنت بترقص هنا امبارح؟ انت بوشين يا ابني؟ يرد عليك ما تسيحش قدامه. مش فاهم حاجة، كله مكتوب بالعربي. اديه للفيسبوك اللي جنبك ده، مش ده بتاع الجنون؟ خليه يقرا لك ويقول لك فيه. خد يا نهار اسود. ايه في ايه؟ خيانة يا جوني، خيانة. انجز في ايه؟ حبيبي القرش عملها. ما عادي سوات، ما انا بعملها وانت بتعملها والكبير اكيد بيعملها. لا مش قصدي، حبيبي القرش عملها وباع بيته للكبير. او ماي جاد، طلع بوشين؟ طلع بوشين هو كمان؟ اظنك عرفت دلوقك ان ليا في المطرح ده قد اللي ليك وزياده شويه. طب انت يعني ناوي تعمل ايه يعني؟ اول هام انا كيف الفريق، محب الشريك، حفظ الشراكه اللي بيني وبينك. تاني هام اني هقلب المطرح ده زريبه، لان الزرايب قليله والبهايم كثيره، وحسب الورق اللي في يد الفرخ الشمرطه اللي جنبك دي انا ليه حق الاداره وتغيير النشاط. يلا يا ابن هنا، يلا عايزين نروق المكان. يلا استنوا مش عايز اشوف نظره اللي اتكسر دي في عينيكو. هدرس بابا، لوك ات مي مش هشوف نظرة الانكسار دي في عينك. بليز ما تشربش خروب، كفاية انشف. يا جماعة الانبساط عمره ما كان بالمكان، طول عمره بالإنسان، وإحنا زي ما عملنا المكان ده نعمل 100 مكان تاني.
بس 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 خلصت المحاضرة. خدوا عندكم قانون العمل الجديد بتاع الكبير. ساعات العمل تبدأ من 6 صباحا. اللي حيجي في معاده هديه من عندي 20 جنيه، ولا يقعد ساعة بعد ساعات العمل إضافية 20 جنيه. أما عاد اللي حيتأخر فما يجيش من أساسه أحسن له، لأني ما أحسبش اليوم ده من أساسه. أما اللي هيجي قبل ساعات العمل بساعة ليه عندي مفاجأة جامدة جدي. بس يا ترى كيف حنصحوا بدري ونيجوا بدري؟ لازم ننام بدري. توماس توماس، الناس كلها طلعت بوشين يا توماس، كل الناس طلعت بوشين. مش مصدق. بقول لك ايه يا دي يا توماس، انت انا برضك ما يخلصنيش يعني قطع العيش، عاوز ياجرك انت والربراب اللي وراك، العده والاسطوانات والبامبو والحاجات دي. هتعمل بينا ايه؟ انت مش عايز تقلب المكان ده زريبه؟ انا سمعت يعني انك لما تسمع البهيمه مزيكا زينه تقوم تدر لبن اكتر وتجيب زبده كواليتي عاليه. يعني شفت الاعلان اللي بيجي في التلفزيون دي بتاع البقره النيوزيلنديه اللي مربربه دي اللي شكلها روش دي اللي عندها الجرس هنا؟ طب والله نايس ايديا. على فكره انا معاك يا كبير، ولعلمك بقى هعمل لك حته بلاي ليست مدره للبن. انت كمان طلعت بوشين؟ انت كمان طلعت بوشين؟ لا 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 لا، انا مش مصدق نفسي. هدرس. ايوه سيدوني. هات لي كاس خروب. كان بودي يا سيدوني، اصلا انا هنام بدري. امشي امشي وانت كمان. اوكي، تعيش وتاخذ غيرها يا ولد ابوي. على راي المثل الشعبي، ماني توك بولشيت ووك.